زهرة تكون جيتارة. بسم الآب والابن والروح القدس آمين. نبتدي نصلي مع بعض، نبتدي نصلي مع بعض. بسم الآب والابن والروح القدس آمين. نشكرك ونمجدك ونمجد اسمك يا ملك الملوك ورب الأرباب على نعمك الكثيرة وعطاياك التي بلا حدود. نشكرك إلهنا لأنك سترتنا وأعنتنا وقبلتنا إليك. نشكرك يا إلهنا الصالح لأن من أجل محبتك دايما بتقربنا ليك وبتقبلنا إليك. نشكرك يا ربي لأنك دايما تنصت إلى صلاتنا تضرعاتنا. نشكرك لأنك فاحص القلوب والكلى وتدبر الخير وتحول يا ربي أخطائنا إلى أسباب لفرحنا وأسباب لتوبتنا. نشكرك لأن من حنانك دايما تنسى وتسامح وتغفر ما نفعله في ضعفنا. لو أعددنا ربي قد إيه نشكرك لا يكفينا كل العام، كل وقت السنة كلها ما يكفيناش على شكرك. نشكرك يا ربي على كل حال ومن أجل كل حال وفي سائر الأحوال. فرصة للصلاة الخاصة، كل واحد فينا يشكر ربنا على كل عمل حلو عمله في حياته وكل نجاح أعطاها ليه ولأسرته، ولكل نجاح وفره ليه ولأسرته. فرصة اللي احنا نشكر ربنا انه دايما بيدينا فرصة تانية ويدينا دايما سبب للرجوع ويدينا دايما وقت للرجوع. فرصة للصلاة الخاصة. نشكره لانه سطر علينا، نشكره لأنه دبر أمورنا، ونشكره لأنه استحملنا في ضعفنا. نطلب منك يا ربي سنة جديدة، نطلب منك يا ربي أنك تدينا وقت أن احنا نرضيك فيه، تحل يا ربي في حياتنا بروحك، تحل يا ربي في بيوتنا، تحل يا ربي في أعمالنا، تحل يا ربي في كل ما تمتد إليه أيدينا. نطلب منك بركة يا ربي في السنة الجديدة. إن كنت يا ربي اديتنا وقت إن احنا نعيش سنة تانية ونشوف نهار جديد، فخلي يا ربي هذا النهار ليك أنت. خلي يا ربي ان نيتنا تكون ان احنا نرضيك في حياتنا. ما تسمحش يا ربي ان احنا نضايقك تاني ولا ان احنا نخطئ اليك تاني. ما تسمحش يا ربي ان احنا نلوث الصورة الجميلة اللي دايما انت بترسمها فينا. اشترك يا ربي في العمل مع عبيدك يا رب. نطلب منك يا ربي انك تفرح القلوب
كل التعابة وكل الحزانة وكل اللي في الأمراض وكل اللي في التجارب وكل المجربين، أعطيهم يا رب معونة. انعم يا رب على الكل بالسلام والراحة، أعطي يا ربي كل القلوب طمأنينة. أنت يا رب الرازق للمعوزين والشافي للمرضى وعزاء للحزانة. علمنا يا رب ان احنا بس ما نطلبش لنفسنا، لكن نطلب لاخواتنا اللي حوالينا، نطلب يا ربي لكل كنيستك وكل ولادك. علمنا يا رب ان احنا نحب بعضنا بعض. من فضلك يا ربي خلي العام دوت يبقى عام فيه بركة وفيه ثمر، كل ساعة وكل دقيقة في حياتنا تكون مثمرة. علمنا يا رب ان احنا ما نضيعش وقتنا تاني. يمكن في السنة اللي فاتت ضيعنا كتير قوي من الوقت واحنا بعيد عنك. علمنا يا رب ان احنا نرتبط بيك ونمشي وراك. علمنا يا رب ان احنا نسمح للروح القدس انه يعمل فينا وفي بيوتنا وفي ولادنا وفي قلوبنا. علمنا يا رب ان احنا نكون مثال حي ليك، نشهد ليك يا ربي امام الجميع. انت يا ربي ان كنت لا تحتاج شاهد، لكن لاجل محبتك لينا رضيت ان يدعك اسمك علينا. علمنا يا ربي ان احنا نحافظ على هذا الاسم. علمنا يا ربي ان احنا نمجدك كل حين ونشكرك كل حين. علمنا يا ربي ان احنا نوصلك لقلب كل واحد حوالينا، مش بالكلام يا ربي ولكن بالأعمال. ضعفاتنا يا ربي وأخطائنا انت دايما بتغفرها لينا. علمنا يا ربي التوبة الحقيقية. واحد من ولادك القديسين قال: لا أذكر أني سقطت مرتين في خطية واحدة. علم يا ربي كل واحد فينا انه يراقب نفسه وانه يحافظ على نفسه من الخطية. انت عارف يا رب ضعفنا وعارف تعبنا، لكن دايما انت فاتح حضانك وبترحمنا دايما وبتقبلنا اليك. بارك يا رب وفرح قلوبنا وطمنا، لانك انت يا ربي اله السلام واله الطمأنينة. علمنا يا رب ان احنا نتكل عليك، لانك انت هو ملك الملوك ورب الارباب. املك يا رب علينا وعلى كنيستك في العالم كله، في بلادنا مصر وهنا يا رب في المهجر اللي أصبحت بلاد لينا. املك يا رب علينا في كل مكان. اتمجد يا رب في حياة كل واحد من شعبك، وبارك في أعمالهم لتأتي أعمالهم وأعمال يديهم بثمار 30 و60 و100، لأنك من حنيتك يا ربي بتقبل جميع الأعمال من الكبير إلى الصغير. فرح عبيدك وثبتهم فيك، وابعد عنهم العصارات والمعصرين. ابعد يا رب عنهم أعوان إبليس. ابعد يا رب عن كنيستك وعن شعبك كل شر وشبه شر. املك انت فينا وفي قلوبنا وفي بيوتنا، وفرحنا بيك وطمنا فيك. بشفاعة العذراء القديسة الطاهرة مريم والشهيد العظيم ماري جرجس والملاك الجليل ميخائيل وكل مصافي الشهداء والشهادات وكل الصديقين الذين أرضوك منذ البدء، اسمعنا يا رب دايما واستجيب، واملأ يا رب قلوبنا واسمعنا لما نقول لك بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك. ما في تغيير. هنرحب مع بعض بقى للسنة الجديدة بأورو. بأورو أنت Yeah.
سمنين انت محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد، شركة ومحبة الروح القدس فتكن مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بالسلام، والسلام الرب يكون معكم. كل سنة وأنتم طيبين.